أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا بجماهير أعظم نادي في الكون، وحلقة جديدة من الأهلي خط أحمر. أهلا بك يا فارس. أهلا بك يا أسامة، وأهلا بكل مشاهدينا. وكالعادة النادي الأهلي في طريقه إن شاء الله لحسم لقب دوري جديد. هانت قربت، 3 نقاط لينا مباراة إن شاء الله نقدر نفوز بيها، يكون لنا أفضلية على المنافس في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، وده مش هيتحقق غير بأن يكون في دعم جماهير النادي الأهلي. دعم جماهير النادي الأهلي اللامحدود، الجماهير اللي دايما بتمنح للنادي الأهلي عشان النادي الأهلي يمنحها في النهاية السعادة. هو ده دور جماهير النادي الأهلي منذ إنشاء النادي الأهلي، والأهلي فارق عن الكل بجماهيره، جماهير النادي الأهلي اللي دايما في المواقف الصعبة بتكون موجودة، ولولا جماهير النادي الأهلي لما تحققت الانتصارات. فبإذن الله بإذن الله بدعم جماهير النادي الأهلي وبتكاتف الجميع، مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين، نقدر نستكمل مسيرة الإنجازات ونحقق بطولة ربما أصبحت صعبة في الآونة الأخيرة، ولكن دايما إن شاء الله النادي الأهلي لكل صعب بيتواجد وبيقدر يحقق الانتصارات. عليك مسؤولية. أيوة أنت عليك مسؤولية، وأنا عليا مسؤولية، وكل منظومة النادي الأهلي عليها مسؤولية، بس مسؤوليتك أنت كبيرة جدا، لأن قرارك أو سلوكك أو تصرفك مش بس مرتبط بيه. جمهور النادي الأهلي طول الوقت هو العامل الأساسي في المعادلة، وهو طول الوقت العامل الحاسم في أوقات كتير جدا، بطولات كتير جدا ما كان ليحققها الأهلي لولا ثقتكم، لولا أن كل واحد فيكم كان مؤمن أن فيه لسه فرصة. الفرصة في ايدينا، وجمهور النادي الاهلي في الفترة الجاية مطالب يكون داعم اكتر من اي فترة مضت، لان هي جولات الحسم، وده عهدنا بجمهور النادي الاهلي اللي عمره ما تخلى عن النادي الاهلي ولا النادي الاهلي اتخلى عنه. بالتأكيد يا فارس، عمره ما تخلى على النادي الاهلي.